ومن الطرب الجميل إلى الشعر الجميل والشاعر الأستاذ سلطان إبراهيم المهدي، فليتفضل. وحرب شعرية دلوقتي بيني وبين أستاذ براء الشامي. خمس دقايق طبعا، عشر أبيات. احنا اثنين صح كده صح؟ وبعدين اللي قاعد على المنصه المفروض يقول اكتر. اليوم واسطه يعني. مش في الحال الكتاب انت بتقول لنا كده؟ لا بالعكس. انت معلمنا. لا يا فندم احنا ما بنقولش اصلا، بنقول اخر ناس. 10 ابيات وصح. بس منهم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عاطرة للحضور جميعا، وتحية خاصة لأختي الأستاذة نهى المميسي، وأوليها هذه الأبيات. في قلبها نبل وصدق وفائي، والنبض يعبق رائع الأشجاء. هي رجلة في الرأي تتبع عائشا وخديجة في طيبة وسخاء، وبيانها السحر الحلال لقاصد، وحديثها السلسال أعذب ماء. أدب وذوق والشهامة والنهى مزجوا بروح سماحة ونقاء. حييت دوما للعروبة يا نهى، وسطعت شمسا في أعز السماء. وإليكم جميعا أهدي آية الحسن. وطوعته منى كانت قد احتجبت، وكم سقته الرؤى من كفها عسلا، ولامست يدها بالسحر خافقه، فهب منتشيا من همه فسلا. لما أتاه ملاك الشعر مبتسما، أهداه من طيبه والماء مغتسلا. اركض اركض برجلك، إن الكون منتظر، أبيات شعرك تأتي تنبت الأمل. فارسم بحرفك روضات معطرة، بطيب كاملها قم ضمخ الرملا. وسم شموخ المعاني حين ترسلها، فأزد حرفك باتت تحرس الحملا. واهد الحقيقة للدنيا مجملة، أرسل قصيدك عطرا ينشر المثلا. قالت قصيدة مداح لشاعرنا، اكتب قصيدك خذ نهجي له المثل. يأتيك من درر السلطان أنفسها، ويصبح الجاه إن تأمره ممتثلا. فقال لست الذي تهوى، فقال لست الذي تهوي قصائده في حفرة الذل يحيا بعدها هملا. ما الشعر إلا لحون الروح طاهرة، وليس تسكن إلا شاعرا بطلا. العمر يفنى ويبقى الشعر مستطرا، وتذهب الريح ما قد عاش مبتذلا. يا نسمة الفجر هات الصبح مبتسما، قد ودع الهم والأحزان والوجلا. فالشعر ينعش أرواحا محطمة، كن أنت يا أنت من يهدي لها السبل. فالشعر ينعش أرواحا محطمة، كن أنت يا أنت من يهدي لها السبل. والشعر يدهش أفهاما ويلهمها، حتى ترى القلب للرحمن مبتهلا. أنهار حب من الإحساس منبعها، وآية الحسن إذ يأتيك مكتملا.